بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعد التوكل على الله يعود الحساب الرسمي لرصد المداهمات للعمل بعدما تعرض للتهكير من قبل مرتزقة النظام الخليفي، حيث كان ولا زال النظام الخليفي يسعى بأي طريقة لمحاربة كافة القنوات والوسائل التي توصل المداهمات اللاقانونية التي يشنها مرتزقته المجرمين. إن الهدف الرئيسي من وراء تأسيس هذا الحساب وكل قنوات الرصد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي هو حفظ المطاردين من المداهمات السافرة التي تشنها مرتزقة النظام الخليفي على منازل الآمنين. ومن ضمن هذه الأهداف إيجاد حلقة تواصل بيننا وأهالي المطاردين حول تحركات فرق المداهمات واقتحاماتها للمناطق، وذلك حفاظا على سلامتهم. وكي يتخذ النساء الحجاب الشرعي قبل اقتحام قوات هاتك الأعراب الساقط حمد منازلهم. إن النظام اليوم يسعى بكل الطرق والوسائل ويصب كافة جهوده من أجل القضاء على وسائل الرصد في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لما فيه من منفعة في حفظ الشباب ورصد اقتحامات قواته المجرمة بمختلف أجهزتها على مدار الساعة. فبات يحارب الحسابات التي تعمل على الرصد بشتى الطرق، ودب على حظر البرامج التي يتم من خلالها الرصد كزيلو. إننا نلتمس منكم العمل الجار على تكثيف الرصد بشكل عام على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وأن عملكم ضمن مشروع الرصد هو مسؤولية تقع على عاتقكم جميعا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. وقد تم تدشين هاشتاج لرصد المداهمات والميليشيات المدنية تحت شعار RSDBH، كما نؤكد على جميع المشاركين بهذا الوسم ضرورة ذكر الوقت في تغريداتهم حتى تكون عملية الرصد دقيقة ومنظمة. والله ولي التوفيق. صادر عن إدارة رصد المداهمات.